هذه تحية طيبة مقدمة لكم مع بداية حلقتنا لهذه الليلة وهذه السهرة. أنثى بعقل رجل، هذا ما يطلقونه عليها. ولو أن هذا الانطباع الذي يلازم أي شخص قد يتعامل معها فترة من الزمن ويشعر بأنها فعلا ستكون هكذا دائما. ضيفتنا وضيفتكم الليلة إنها المرأة الفلاحة أحيانا في الحقل والمرأة العاملة في المصنع أحيانا أخرى وإنها ربة المنزل وكذلك الموظفة على مكتب إنها الدلوعة كذلك والأرستقراطية رحبوا معي بضيفتنا التي تخرجت من كلية الآداب قسم الاجتماع صاحبة عدد ثمان أفلام سينمائية و150 مسلسل تلفزيوني وخمسة مسرحيات إنها سيدتنا و سيده الشاشه تلفزيون مصر سميه يوسف احمد الالفي الشهيره بالفنانه سميه الالفي اهلا وسهلا سميه مشاهدينا الكرام رحبوا معي مرة أخرى بالفنانة سمية الألفي أهلاً بك في الكويت أهلاً بك بودنا أن نعرف هذه أول زيارة لك في الكويت؟ أه الحقيقة دي أول مرة أول مرة انطباعك المبدئي آه مش قادرة أوصف لك آه سعادتي لأني من أول ما نزلت من آه المطار آه انبهرت الحقيقة البلد جميله قوي لدرجه ان بقى على لساني كلمه واحده طول ما انا ماشيه اقول لهم بلدكم حلوه قوي بلدكم حلوه قوي الخضره لون جميل لقيته بيعم الشوارع كلها في الكويت وده اسعدني جدا الشوارع واسعه ونظيفه وحلوه بلد هاديه ومريحه تقسيمها كمان مريح فأنا سعيده ومرتاحه جدا هنا طيب احنا سعداء كذلك وبودنا ان نرحب بك بطريقه المخرجين والقائمين على البرنامج إيه. نرى إيه. أنا مبسوطة جدا أن أنا موجودة في الكويت دي الزيارة الأولى ليا وأرجو إنها ما تكونش الأخيرة عندي إحساس بالأمان بوجودي هنا فبتمنى إنها تتكرر أهم حاجة أرجو إن أنتوا تسهروا معانا مع حوار النجوم لغاية الساعة 12 يا ريت تقدروا ومن الاحصاء الذي بدانا به البرنامج وبعد هذا الترحيب سميه الالفي وجدناك مائله اكثر تميلين الى التلفزيون اكثر من السينما والمسرح فممكن ان نسالك لماذا؟ بيتي التلفزيون بيتي السينما من بدايتي ما حصلش توافق بيني وبينها المسرح مدرستي انا بدات مسرح <applause> ومن المسرح اشتغلت تلفزيون واشتغلت سينما لكن انا لقيت نفسي اكتر في التلفزيون وحسيت انه فعلا البيت اللي انا برتاح فيه ومنه الناس عرفتني وحبتني واحترمتني فله فضل كبير عليا 150 مسلسل ليس بالقليل يمكن اكتر كمان <تصفيق> اكتر <تصفيق> آه يعني هل هذا ياخذ كل وقت سميه الفي اه ده حقيقي لان عارفه حضرتك انا شغلي قليل في السينما ما زي ما قلنا ما حصلش توافق بيني وبينها من البدايه فتجاربي فيها كانت قليله خالص لكن التلفزيون انا ارتحت في العمل في الاعمال الدراميه للتلفزيون وحسيت ان الناس بتستقبلني في بيوتها ان انا مش ضيفه ثقيله عليهم فده اداني فرصه ان انا كمان اشترك في اعمال بتقدم وجهة نظري وبتقدم مبدئي في الحياة لأن التلفزيون وسيلة إعلامية خطيرة جدا بتدخل كل البيوت ضيف ما بياخدش معد ما, بياخد ما, بيستأذنش فلابد ان احنا نستغل الضيف ده اللي مدي لنفسه الحق ان هو يجي في اي لحظه بان احنا عن طريقه نوصل بقى أخلاقيات ومبادئ وأصول ووجهات نظر وطرق تربية وأشياء كثيرة جدا نعم ما المتاعب غير هذه المتاعب هل هناك مثلا بعض النقد مثلا من الناس من خلال أدوارك وخاصة أغلب الأدوار تميل إلى التسلط وأدوار القوية الأمرأة القوية يعني, يعني وخاصة يعني أنا شفت لك لقاء أي؟ أنت عكس ذلك وذكرتي بانك عكس ذلك بالضبط بالضبط يعني هو انا بلعب الدور حسب متطلباته يعني لكن مش مش كل ادواري المراه القويه المتسلطه لا بالعكس ده انا جم علي فتره بقوم يقولوا لي انت مش هتبطلي بقى ادوار البنت الرقيقه الغلبانه الطيبه يمكن عشان كده يمكن لما بداوا يواجهوا لي النقد ده بدات اعمل بقى أشرقت هانم القويه المسيطره لكن قصادها كمان بلعب الوان كتير من الادوار نعم ماذا عن المسرح كيف كانت بداية سمية الالفي بالمسرح؟ المسرح بدأته الحقيقة من وانا طالبة في الجامعة يعني هم اكتشفوني من المسرح يعني انا ما اقدرش انكر فضل السيده فاطمه المعدول المخرجه المصريه كانت في مسرح الاطفال جت شافتني وانا بمثل على مسرح الجامعه وخدتني اعمل دور سندريلا في مسرحيه للاطفال حل. قوي كان جمهوري كله اطفال صغيرين وانا اساسا بحب الاطفال ده كان سنه 75 فكنت ما زلت طالبة في السنة الأولى في الجامعة أنا أساساً بحب التمثيل وهوية من وأنا طالبة في المدرسة في إعدادي وفي ثانوي وفي الجامعة فبس ما كانش هدفي أن أنا أحترف التمثيل أنا دخلت كلية الأداب قسم اجتماع وكان كل أمالي في الحياة أن أنا أبقى مدرسة أطفال أو أخصائية اجتماعية عندي ربنا مديني الحمد لله نعمة استيعاب مشاكل البشر ومحاولة إيجاد حلول ليهم فلاني عارفه في نفسي ده فقلت هبقى ناجحه في فالنصيب والقدر ان فاطمه المعدول لم تخطط لان خالص ممثله خالص التمثيل بالنسبه لي كان هوايه وما زال هوايه يعني ما زلت إيه ودي نعمة برضو أنا بحمد ربنا عليها أني بتعامل مع التمثيل لغاية النهاردة مم. على أنه هواية مش احترام الشهرة ماذا أعطت لي سمية الألفي؟ أدتني حب الناس واحترامهم مش زعلانة من الشهرة مش تعباكي؟ إيه يعني أحياناً بتسبب لي بعض التوتر نعم. لما بيبقوا اولادي بالذات عمر ابني الصغير بيبقى عنده رغبه شديده ان احنا نخرج سوا ونروح الملاهي ونمارس حياتنا انا وهو بشكل طبيعي إيه الحقيقه طبعا. هي دي بس اللحظه اللي انا بحس ان ان الشهره ممكن تسبب لي بعض القلق لاني النتيجه ان انا لما بروح مع عمر المكان ده إيه انا بقف اتصور مع الناس وعمر بيلعب لوحده ف فطبعا يعني ولكن هي ليها جمالها لا شك يعني وهي نعمه من نعم ربنا. بودنا ان نشاهد اي لقطه مسرحيه لسمية الالفي حتى نعود ونكمل الحوار معها وخاصة المسرحيات الكثيرة ما هي آخر مسرحية لك؟ آخر مسرحية ما افتكرش أنها هتلاقي شريط عندها لأنها لسه حديثة جدا <applause> أنا كنت بعرضها في القاهرة <applause> على مسرح الهناجر بالأوبرا في شهر سبعة <applause> مسرحية الأيام المخمورة للكاتب السوري الكبير <applause> الأستاذ سعد الله <applause> وانا بعتبر المسرحيه دي من اهم العروض المسرحيه اللي انا اشتركت فيها <applause> واللي عرضت في القاهره من فتره طويله جدا مش قادرة أوصف لحضرتك قيمة النص المسرحي ده وأهميته ولقى نجاح كبير جدا لما تعرض بالقاهرة <applause> واتمنى اني اعرضه مره تانية والثالثه. مش مسرحيه اجتماعيه ولا يعني قصتها؟ المسرحيه اجتماعيه بتدور حوالين اسره. <applause> من الجائز ان الاسره دي تكون اسره مصريه او اسره عربيه. <تصفيق> <تصفيق> لاني اعتقد ان الاستاذ سعد الله ونوس كان بيرمز لرموز هامه من خلال النص ده لان النص ده اخر ما كتب سعد الله ونوس. <applause> فاعتقد انه حط فيه كل خبراته وكل تجاربه وكل ما يريد ان يوجهه للوطن العربي ككل من انذارات، انذارات مهمه ان في الايام المخموره سعد الله ونوس قبل ما يتوفى كان بيقول كل العرب خلي بالكم يا تتحدوا وتبقوا ايد واحده وتحبوا بعض وتتواصلوا وتتوافقوا يا وطنكم هيضيع منكم الايام المخموره اللي من خلال اسره بسيطه جدا الام بتنجذب لحبيب من بره الاسره بتسيب الزوج والاولاد نعم. وبتذهب للحبيب بيحصل تفكك في الاسره دي نعم. والشباب بيصابوا بزعر وبتنهار حياتهم اثناء تمثيلك للمسرحيه هل هناك اعمال اخرى تسحب هذه المسرحيه؟ ام من الصعب جدا التوافق؟ في المسرحيات اللي انا قمت بيها قبل كده نعم. كنت عندي القدره ان انا ابقى بصور بالنهار واشتغل مسرح بالليل. مم. الايام المخموره ودوري فيها كان صعب جدا لاني الأول مره في حياتي الاقي نص مسرحي نعم. العب فيه دور يستحوذ على كياني كله ويصيبني بالحالة اللي طول عمرنا وإحنا صغيرين بندرس وبنتعلم فن التمثيل إيه فن التمثيل حالة التمثيل حالة بيدخل فيها الممثل مه. الحالة دي علشان الممثل يعيشها لابد إن يبقى الدور مكتوب بشكل جيد جدا مه. في تواصل بين الممثل وبين الدور اللي هو بيلعبه مه. التواصل ده دائما في معظم الادوار تلاقينا ناقص حته في سناء في الايام المخموره الدور اللي انا لعبته كان تواصل مليون في الميه فكان صعب عليا قوي ان انا اشترك في اي عمل اخر ولاني كنت عاشقه للدور وللنص نعم. وعيشاهم فاعتذرت عن كل الاعمال وعملت الايام المخموره بس رمضان قادم فماذا لدى سميه الالفي في رمضان والله بستعد المسلسل يعني يا رب ان شاء الله نقدر نخلصه قبل رمضان اسمه عاطفه لا تموت اخراج الاستاذ ابراهيم الصحن بيدور في فتره مهمه جدا من البطل؟ الابطال كتير يعني هو البطله ست يعني كاميليا هانم دي هي اللي ماسكه الاحداث كلها اللي هي حضرتك اللي هي حضرتي نعم من الاربعينات لغايه التسعينات فبقيت في في ادوار كتير يعني معنا الاستاذ عماد رشاد معانا الاستاذ شوقي شامخ اه معنا يعني ابطال كتير اه لكن هو الفتره اللي فيها بيدور المسلسل هي فتره غنيه جدا بالاحداث فتحسي ان الموضوع هو بطل اكتر من اي حاجه وسمية الالف اين تجد نفسها في رمضان هل في العمل ام في قضاء وقت مع الاولاد ومع بيني وبينك انا بفضل في رمضان اكون في البيت يعني بتمنى من كل قلبي ان رمضان يجي اكون انتهيت من كل اعمالي لا. لان انا بحب رمضان بحب طقوس آه رمضان نعم وبالذات القاهرة عندنا في رمضان بتبقى جميلة طبعا. آه سهرانة طول الليل مهم. ف... وبرامج التلفزيون بحب أتابعها وبحب أن أنا أبقى موجودة في وسط عيلتي وبعدين دايما رمضان بيبقى مناسبة حلوة للأهل والأصدقاء يعني بتبقى الفرصة أن احنا نشوف بعض والنهاردة سلوى عاملة الغداء وبكرة ماما عاملة الغداء يعني دائما وسمية هل تطبخ ولا؟ آه انا نعم. طباخه ماهره ممكن تسالي ولادي يعني تكلمنا عن المسرح ولكن بودنا قبل ان ننتقل الى السينما ان نتكلم قليلا عن حياه سميه الكثيرات من المشاهدات الكرام وكذلك المشاهدين بودهم ان يتعرفوا على سميه حياتك الاجتماعيه وهي ملك لك ولكن اذا كان بالامكان نتكلم قليلا عن هذه الحياه بعد انفصالك من فاروق الفيشاوي هل حدث جديد في حياه سميه الالف الاجتماعيه يعني حصلت تجربه اخرى للزواج نعم. رب يعني الحمد لله ما توفقتش فيها فانت عارفه حضرتك الجواز والطلاق ده نصيب نعم الكثير من ايضا الناس العاديين لما يعني يسمعون كلام الجرايد والصحف والمجلات طلاق الفنانه فلانه و فاخذوا على المساله هذه فهل هذه هي فعلا طبيعه الفنان والفنانه ام انها يفق... كاي حياه يعني عارفه هي المشكله فين؟ ان الفنان آه عليه الاضواء آه ودائما وابدا بيبقى الجمهور عنده حب استطلاع مه. فبيبقى بيتابع دايما اخبار الفنان آه اتطلق اتجوز آه عي عنده انفلونزا سافر رجع ف... لكن على في ناس كتير ممكن تصادفهم آه نفس المشاكل في ناس كتير نعم. ممكن حياتهم الزوجية متبقاش موفقة نعم. لكن الفنان لإن الأضواء مسلطة عليه فبيبقى غلبان يعني غصب عنه كل حياته بتبقى معرضة نعم. إن الناس تبقى عارفة نعم بالنسبة للسينما إذا تكلمنا ننتقل من الحديث والخصوصيات إلى السينما ماذا عن السينما وماذا تعني السينما لسمية السينما... إيه الفن الراقي الشاشه الكبيره اللامعه اللي ليها سحر انا على فكره من عشاق السينما وما زلت لغايه النهارده بنزل من بيتي واروح اتفرج على السينما بجيبش الفيلم شريط فيديو واتفرج عليه في البيت لما يبقى فيلم على مستوى لازم انزل واروح اشوفه لان الشاشه الكبيره دي ليها سحر خاص لكن أنا ليا أزمة معاها يعني هما بيتكلموا عن أزمة السينما بقالهم فترة أنا الحقيقة عندي أزمة سينما من زمان قوي من بدايتي أنا ليا طقوس ليا وجهات نظر في الحياة ليا طريقة اتربيت بيها في بيت مصري له تقاليده وله أخلاقياته أنا دائما زمايلي وزميلاتي يطلقوا عليا موظفه بالفن يعني ايه موظفه بالفن؟ لاني معاهم ومش معاهم يعني اروح اشتغل وارجع اقعد في البيت مش مندمجه قوي في الحياه الفنيه فبالتالي ده معناه ان انا ليا بعض من وجهات النظر اللي انا محتفظه بيها لنفسي مهما طولت بيا المده والاشتغال بالفن. منها ان انا يعني عندي حرص شديد جدا على دوري كام م. لان انا مؤمنه بان ربنا سبحانه وتعالى خلق المراه اساسا علشان تكون زوجه وام ممكن جدا بعد كده تبقى وزيرة ممكن تبقى محامية شطرة دكتورة مدير عام ممكن ربنا وفقها في أي مهنة وتتفوق فيها لكن هيظل دورها الأساسي والحيوي والجوهري اللي اتخلقت علشانه أنها تبقى زوجة وأم فلأن أنا مؤمنة جدا بالقضية دي ولأني بحب الأطفال <applause> و وكنت مصره ان انا يبقى عندي اطفال عدد اولادك؟ احمد وعمر احمد وعمر نعم من صغري من بدايه المشوار وانا قررت ان انا احط ده في الدرجه الاولى نعم وبناء عليه ترتبت كل خطواتي في مشواري الفني نعم فبالتالي السينما ليها متطلبات و تفرق. مش لا مش بس تفرغ يعني في شباك تذاكر وفي متطلبات للتوزيع ولا بد ان يبقى في البطله يبقى ليها توافق على طلبات معينه في الادوار فانا الحقيقه مع احترامي الشديد للسينما لكن ما قدرتش اوفق بين طلبات السينما وبين طلباتي كام انا عايزه اولادي لما يكبروا ما يتعرضوش في اي لحظه من اللحظات لاي تعليق ايا كان فاحتفظت بامومتي وضحيت بنجوميه السينما رائع جميل جدا ما اخر عمل لك سينمائي شو ايه شوفي هاخد فتره أو بل قبل ما اتذكر ايه اه نعم. لاني بقالي فتره فعلا ما اشتغلتش افلام سينما ايه يعني كان فيلم الاوراداتي من الافلام اللي انا بحبها وكان اخراج الاستاذ نيازي مصطفى نعم. وبطولتي قدام النجم فاروق الفيشاوي ايه كان من الاعمال الحلوه كان دور جديد كمان عليا لان دور بنت بلد وفقيره وبسيطه و ليس من الصعب التمثيل في هذه الادوار يعني وخاصه انها يعني بعيده عن حياتك الطبيعيه ام هي الابداع يعني لا شوفي هو اي دور لو كان مكتوب بشكل كويس بيساعد الممثل قوي على انه يجيت فيه سواء بقي بنت بسيطه بنت بلد بنت باشا المهم ان الدور يكون مكتوب كويس نعم بالنسبه للسينما اذا تكلمنا عن اخر اعمالك لا تتذكرين اول تجربه لك في السينما اول تجربه كان فيلم اسمه الحساب يا مدموزيل كان نعم. في مجموعه كبيره قوي من الممثلين وكنا كلنا لسه وجوه جديده وبعدين كان فيلم اذكياء لكن اغبياء نعم. وكان لي حظ ان الفيلم ده يبقى من بطوله النجم اللي انا كنت بتمنى طول عمري ان انا اقف قصاده الفنان الكبير رشدي اباظه نعم. واشترك كمان في الفيلم ده عادل امام وهو من النجوم المحببين ليا نعم. وسمير غانم ومديحه كامل جميل. نعم. فكان في مجموعه كبيره قوي نعم سميه الألفي ذكرتي بانك او بطريقه ما ذكرتي بانك ترفضين اعمال الاغراء في السينما ولكن ماذا عن الممثلات يعني اللي يعترفون بان هذه الادوار مهمه جدا لخدمه العمل السينمائي ونحن نرى عكس ذلك ما وجهة نظرك؟ أنا ما قلتش إن أنا على فكرة بقول إنها مش مهمة، لأ ممكن جدا العمل الدرامي أو الفيلم أحداثه الدرامية تستدعي إن يبقى فيه مشاهد إغراء، أنا اتكلمت عن مبادئي أنا الخاصة ووجهات نظري أنا الخاصة اللي خلت ما يبقاش فيه توافق بيني وبين السينما لكن ده مش معناه ان انا برفض في ممثلات بيلعبوا ادوار الاغراء بشكل راقي جدا مهم. السيده هند رستم نعم. بت... يعني احنا لغايه النهارده بنتفرج على افلام للسيدة العظيمه هند رستم نعم. ونعجب بيها جدا لك كانت بتقدم لنا الاغراء مهم. بشكل راقي وغير مبتذل ده الاغراء اللي من النوع ده انا بحترمه جدا لكن برده انا مش هعمله. لانه لا يتناسب نا. كمان مع طبيعتي نا. ما هي اول ادوارك في التلفزيون اتصوري بقى مناسبه هند رستم العظيمه اللي انا بحبها جدا إيه من الحاجات الغريبه في حياتي ان اول ادواري التلفزيونيه إيه مسلسل لا انام ادوني إيه الدور اللي لعبته هند رستم في السينما ها. انا كنت لسه وجه جديد ووافقت على الدور برغم انه ملوش علاقة بطبيعتي ولا بتكويني ولا حتى بالستايل اللي انا عايزه اعمله لنفسي او ابتدي بيه طريقي لكن قلت انا لازم اثبت ان انا ممثله جيده وان انا ممكن العب كل الادوار فوافقت على الدور لكن بعد ما اتفرجت على نفسي حسيت انه غريب عليا وان ما كانش المفروض ان انا اقبل الدور لانه فعلا مش لايق عليا زي ما بيقولوا يعني بس ده علمني ان انا بعد كده اختار يعني التجربه دي علمتني ان انا مش ببساطه اوافق وده نفعني جدا في بقيت مشواري الفني. نعم. خلينا سميه نرى معك هذا المشهد. اه. الفنانه سميه الألفي بحضورها بالكويت بقول لها حياك الله آه. واحنا نحييك واحب اسألها عن الاعمال اللي تقوم فيها بالكويت آه. واحنا فنانه نحبها وايد سميه الألفي ونرحب فيها بالكويت ونقول لها حياك الله وانت بلد الثاني الكويت حياك الله. يا هلا وسهلا فيك يا الفنانة سمية الألفي بديرتي الثانية الكويت وإحنا سعيدين بوجودك هني بالديرة الفنانة سمية الألفي حياك الله في بلد الثانية الكويت وأهلا وسهلا فيك وأنا من أشد المعجبين صراحة في مسلسلاتك التلفزيونية وأعمالك الفنية وحبيت أعرف شنو آخر أعمالك الفنية لأن كان صراحة مسلسل سابق هو بوت حلواني جدا جميل صراحة وأتمنى لك كل التوفيق الفنانة سمية الألفي يعطيك العافية أو. حياك الله في بلدك الثاني الكويت نرحب فيك في الكويت وحبيت اسال شنو سبب الزياره؟ هل اللي عمل فني او شيء يعني واذا كانت زياره عاديه بدون عمل فني هم حياك الله في بلدك الثاني الكويت. طبعا نرحب بالفنانه المصريه سميه الالفي ونقول لك اهلا وسهلا فيك ببلدك الثاني الكويت لك طيب الاقامه اهلا وسهلا فيك اخت سميه الالفي بالكويت و شرفتينا صراحة ويعني وت... وت... يعني صراحة بالمسلسل بوابة الحلواني وأتمنى تكونين في عمل خليجي إن شاء الله. أه نرحب بالفنانة سمية الألفي بدولتها الثانية الكويت ونتمنى لك الإقامة ودي أسأل سؤال بسيط وهو أه إذا كنتي بتشتركين بأعمال خليجية أو شنو آخر آخر الأعمال اللي قمت فيها يعني مؤخراً؟ وإذا كده بنشوفك على شاشاتنا الكويت ويا ممثلين كويتيين ودنا يعني هالشيء يصير. فنانة سمية الألفي أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني الكويت، احنا سعيدين بزيارتك إن شاء الله وإن شاء الله تكرر. نرحب بالفنانة الغديرة سمية الألفي ونقول لها يا هلا ومرحبا في ديرتك الثانية الكويت ويا حياك الله. إذا من هؤلاء الناس اللي يحبونك كثيرا سمية يودون أن يكون هناك تعاون بينك وبين الفنانين الخليجيين وسبق أن كان لك عمل أيوه فنتكلم عن هذا العمل قليلا إذا ممكن أه يا ريت مع من قدمتي من الفنانين الكويتيين الفنان الكبير نعم. الأخ والصديق عبد الحسين عبد الرضا نعم. آه كان الحقيقة عمل ممتع جدا احنا صورناه في القاهره ويعني من الاعمال اللي انا بعتز بيها صحيح ف والله يا ريت الاقيه عندكم واشوفه معاكم لانه من المسلسلات اللي انا بعتز بيها جدا وبعتز بدوري فيه وكان التعاون بيني وبين الفنان الكبير عبد الحسين يعني عارفه حضرتك اما تحسي إيه انك بني ادم بتشوفيه لاول مره بس تحسي انك شفتيه قبل كده مليون مره نعم إيه ده كان الانطباع الاول إيه من تعاوننا في, في الاستوديو اثناء الشغل حسيت بالفه شديده جل. وهو قال لي نفس الكلام إيه ما فيش غربه ما فيش ان دي اول مره نشتغل فيها مع بعض نعم. كاننا مثلنا 20 مسلسل سوا فكان شيء بديع الحقيقه يا ريت يتكرر يعني ان شاء الله يا ريت انا اتمنى نعم نتكلم شوي عن شخصياتك في هذه المسلسلات التي تكلمنا عنها قبل قليل وخاصة أن متابعينكم أيضا كثر من مشاهدينك في الكويت وفي كل الوطن العربي بالنسبة للشخصية أشرقت وكذلك نورهان, نورهان. فماذا يجمع هذه الشخصيات؟ ما الصفة التي تجمعكم في كل هذه الشخصيات؟ والله يعني اللي تجمعنا احنا الثلاثة انا لا. واشرقت ونورهان ايه هقول لك حاجه ايه امي ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه لا. لما كانوا يسالوها هي ليه سميه ناجحه كده في ادوار البرنسس اشرقت ونورهان فتقول لهم انا خلفتها كده انا خلفتها اميره كويس ايه طبعا ايه هو في في علاقه بتربطني باشراقه ونورهان. نعم. عارفه حضرتك انا دايما كنت اقول انا اتولدت في الزمن الغلط. انا بميل قوي نعم. لزمن النبلاء نعم. والفرسان نعم. والامراء. نعم. ده مش تعالي مني لا بس انا بحب الزمن ده لانه كان له طابع خاص. كان له حتى المصطلحات اللي الناس كانوا يستخدموها وهما بيتكلموا مع بعض يعني م. كانوا يقولوا للست يا ما يعني في احترام في الالفاظ والمصطلحات اللي بقينا بنستعملها دلوقتي بالتحديد شبابنا واطفالنا ومسلسلاتنا في التلفزيون م. المستوى الحوار بقى ركيك لكن مستوى الحوار في الزمن ده كان فعلا مستوى راقي جدا وعالي جدا يعني فيه ده يعني في اشياء بتربطي الزمن ده آه انا بحب الزمن ده فبالتالي حبيت اشرقت وحبيت نورهان. معنا مكالمة هاتفية معنا المشاهدة حنان ألو ألو حنان معنا ولا انقطع الخط ألو ألو أ... أيوة مساء الخير مساء النور فنانة سمية أيوة أهلا وسهلا فيك أهلا بيكي بلد الكويت ربنا يخليكي صراحة نورتي الكويت والله هي منورة بأهلها بس سؤال تفضلي هل ناوية تسوين عمل فني بالكويت ان شاء الله؟ والله انا اتمنى وفي سؤال ثاني ابي بتعرف عن الشخصيه بتاعتي الشخصيه؟ اي اه الاسم سميه يوسف احمد الالفي ومن مواليد اه شهر 7 23 يوليو يعني أنت عارفة 23 يوليو ده عندنا عيد الثورة في مصر إيه؟ آه وإيه تاني آه غير متزوجة مم. وعندي أحمد وعمر الله يخليهم لك الله يخليك عايز تعرفي إيه كمان؟ مشكورة الله يخليك إذا شكراً لحنان شكراً يا حنان على اتصالك ونعود الى السؤال الذي طرحه احد المشاهدين بالنسبه للاعمال الخليجيه وخاصه لدينا مشهد سوف نقدمه بعد قليل هل لك نية ان تكرري الاعمال الخليجيه او حتى الكويتيه زي ما قلت لحضرتك انا اتمنى نعم. لو نص جيد ومكتوب كويس ودور مهم في الاحداث انا لن اتردد لحظه نعم في ان انا اشترك وخاصه ان إيه انا كان ليا تجربه كمان مع الفنان محمد حمزه نعم. إيه مسلسل سعودي يعني ما هيش تجربه واحده فانا اتمنى انها يبقى في اكثر من تجربه لان احنا هنتواصل ازاي لازم ان احنا لابد ان احنا نشترك الفن رساله والفن وسيله وسيله للشعوب انهم يتعرفوا ببعض وانهم يتواصلوا وانهم يتوافقوا فما بالك بالشعوب العربيه احنا بطبيعه الحال اخوه وجيران فالفن بيعمل الوصله نعم. والمزج ما بين الشعوب وبيزيد الود والمعزه لان ما فيش احلى من ان انت تشتركي في عمل واحد مع مع جيرانك لان بيبقى التجربه بتحتم علينا المعايشه وان احنا بنلاقي نفسنا بناكل في طبق واحد وبنعيش اليوم كله مع بعض واثناء تصوير المسلسل بنلاقي نفسنا بنشوف بعض اكتر ما بنشوف اولادنا. فده اكيد العمل الفني لما بيربط بين الفنانين في الدول العربيه ده بيزيد من من الترابط ومن من التراحم والتواصل فانا اتمنى طبعا لو في اي عمل يناسبني انا لن اتردد لحظه. نعم نتمنى اذا ان نرى سميه وكل الممثلين ايضا الاخرين في اعمالنا وممثلينا ايضا في اعمالهم حتى يكون هذا التواصل ولنرى معكم مشاهدينا الكرام هذا المشهد ونعود سريعا. اذا هذا المسلسل فكرك بحاجه سميه هل تذكرتي ذكرياتك مع الفنانين اللي مثلتي معاهم اه زي ما قلت لحضرتك المسلسل فعلا كان فيه مجموعه كبيره من الفنانين آه. اين تم التصوير في؟ كان في القاهره كان في آه. استوديو عريم بالزمالك اه جميل آه. جميل مثلتي مع جيلين من الفنانين سمية الألف مثلت كفنانة مع محمود المليجي مع رشدي أباظة ومع آخرين جدد فماذا جمعت سمية من هؤلاء الفنانين ماذا أخذت منهم وماذا أيضا قدمت للسينما من خلال هؤلاء الفنانين الرائعين والله أنا أسعدني طبعا الحظ أن نعم. أنا التقيت بالفنان رشدي أباضا نعم. زي ما قلت لحضرتك قبل كده وأسعدني الحظ أن أنا التقيت بفناننا العظيم محمود المليجي مم. التقيت بيه يعني تجربتي مع الأستاذ روجي أبدا كانت تجربة واحدة بس لكن مع الأستاذ محمود المليجي إحنا التقينا في أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي نعم عملت معاه كذا مسلسل التلفزيون وعملت معاه فيلم كان انتاج مشترك بين مصر والسودان كان اسمه رحله عيون كان من مصر انا والاستاذ المليجي فقط م. كمصريين وباقي الفيلم كان فنانين من السودان كان على راسهم صلاح ابن الباديه كان بيقوم بدور البطوله قدامي <applause> إيه مش قادره اوصف لك المتعه في التعامل مع فنان كبير وانسان عظيم زي محمود المليجي إيه لو قعدت اتكلم من هنا لسنه كامله مش هوفي حقه إيه مش بس كفنان لا كانسان وكاب الغربه بتكشف البني ادم زي ما بيقولوا وانا سافرت واتغربت وانا إيه لسه كنت في بدايه طريقي وكنت في سن صغير فكان بالنسبه لي فعلا الاب الحنون الموجه والاستاذ والحضن والصدر اللي ممكن لو اي لحظه مرت عليكي فيها ضيق تلاقيه حنان الدنيا فيه نعم اتعلمت اه منه حاجات كتير قوي اتعلمت منه الالتزام واحترام المواعيد مم. والبساطة وإن الفن لعبة جميلة يعني لو لعبناها بحب هتدينا أكتر مما نتصور جميل جدا ورشتي يا بابا ماذا أخذت منه؟ <applause> رجي بابا للأسف الشديد أن أنا لقيت على مدى كل سنين عمري ببحث عن رشدي اباظه مفيش بدور بعد ما اشتغلت معاه وحبيته اكتر انا طول عمري بحبه من وانا صغيره كمتفرجه مهم. لما اشتغلت معاه بقى وقربت منه وشفت الكرم على اصوله رشدي اباظه هو منبع الكرم يكفي اني اقول لك انه كان يدخل البلاتو ف لابد ان كل العاملين في في البلاتو من فنانين وفنيين كل الناس لازم تتغدى على حساب رشدي اباظه كل الناس يوميا كان فعلا ينبوع للكرم ولخفه الظل والرومانسيه وقوه الشخصيه في نفس الوقت ف الله يرحمه سمية الألفي هناك أيضا ناس يعني أكيد بيحبوا يسألوك أسئلة وهم متواجدين خارج الاستوديو هناك أيضا شباب معطاء في هذا البرنامج في الميكروويف الآن هناك مجموعة من الأسئلة سوف ننتقل إليهم ننتقل ألو 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 يا هلا أهلا وسهلا بالفنانة الفنانة سمية نعم. في البلد الثاني لها الكويت أهلا بيك وياك علي هاني أهلا وسهلا حبيت إني أسألك ما هو الدافع الذي جعلك ممثلة الدافع اللي جعلني ممثلة <تصفيق> <ممكن> <تصفيق> أه <تصفيق> 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 اه <تصفيق> إني بحب التمثيل يعني التمثيل كان هوايتي من وأنا صغيرة من وانا تلميذة في المدرسة فده الدافع اللي خلاني ابقى ممثله انت شو اسمك حبيبي علي هاني علي. <تكتش> علي علي تشوف مسلسلات سميه الالفي والله في بعض المسلسلات وبعض يعني اوقات في المدارس تكون تكون في المدارس انزين من من الفنانين من مصر اللي تحب تشوفهم في عندك فنان معين تشوفه شفت فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه محمد الهنيدي الفنان محمد الهنيدي نعم <تكتش> الفنان عادل الامام نعم وفنانين يعني واحد مثل الفنانة سمية نعم تحب سمية؟ نعم تحب الفنانة سمية الألفي؟ والله يعني فنانة يعني مش مكسورة حلوة طب أنا بحبك بقى رأيك؟ شكرا شكرا علي تسلم على السؤال <applause> <applause> وخلونا نسأل في شيء ثاني؟ عندي سؤال ثاني تفضل تفضل هل الممثل يمثل عكس الواقع؟ شلون مرة ثانية؟ هل الممثل ايه؟ يمثل عكس الواقع ايه؟ عكس الواقع يعني عكس طبيعتك آه. اه طبيعي يعني في ادوار آه يعني مثلا انا مثلت دور آه شريره جدا في مسلسل اسمه احلام ورديه ما تعرض عندكم ولا لا كنت عامله دور ريري هانم لدرجه انهم في الاستوديو كانوا يقولوا عليا شريري هانم من كتر <applause> ما الدور فيه شر لكن انا بعتقد ان انا مش شريره يعني طبيعي ان في بعض الاحيان الدور بيبقى غير طبيعه الممثل نعم تفضل عزيزتي من معنا ميت. ايه اهلا وسهلا اهلا فيك فنانة سمية مرحبا فيك في الكويت اهلا بيكي بلدك الثاني سمية انا شفت لك وايد مسلسلات كانت تاريخية او كانت اجتماعية ايوه طبعا تعجبيني وايد في الاجتماع التاريخية لان فعلا يعني تمثلين يعني الممثلة اللي اللي فعلا نحس انها تكون تاريخية وفي مسلسلة وايد حلوة كانت مع الاسرة الكويتية اللي سويتي معاهم افتكر مع حسين عبد الرضا ايوه و... الاسره اللي طبعا انا ما اذكرهم كلهم بس يموم... ان شاء الله انت تذكرينهم آه. آه ما ادري بغيت اسالك سؤال واحد هو طبعا ما راح اسالك سؤال تقليدي ابي المواقف اللي كانت صادفتيها في هذه المسلسله اكيد يعني كنت اول مره عمل كويتي مع حسين عبد الرضا اكيد في مواقف وايد تعرفتي لها تقصد المواقف الطريفه اكيد صح اكيد طبعا أه. اقول لك آه. طبعا في فرق بين اللهجه المحليه المصريه واللهجه الكويتيه. انا كنت اول مره اتعامل مع الاستاذ حسين فلما بيتكلم بسرعه ما افهمش. فلما فكنت دايما اقول له بالراحه افهم عشان لما لما يتكلم بالراحه كنت افهم بقى بيقول ايه فاعرف ارد لم لو انفعل إيه خلاص, خلاص إيه تبوظ الدنيا بقى فطبعا كان يعني دائما كان هو يضحك ويقول لي حاضر حاضر هتكلم بالراحه عن الفنانة القديرة الان عبد الحسين عبد الرضا على الخط والله اي مفاجاه اه دي مفاجاه جميله <applause> الو ألو هلا والله هلا يا هلا فيك هلا فيك, هلا فيك. يا هلا سحن. فيك ممكن اكلم مدام سميه معك يا هلا. ريت يا فندم والله اتكلم مدام هلا سميه يا مرحبا ازيك وحشتيني جدا الوصول على الاقل تقولين لنا علشان نستقبله اه والله ونقوم بالواجب ربنا يخليك عشان لا تقولين الكويتيين شوي بخلاء لا فشر فشر ده انا ما شفتش اللي كرم على كل حال انا اشكر البرنامج على دعوتهم لك ربنا يخليك اشكر وزير الاعلام ابو خالد على عمل البرنامج واستضافه الفنانين العزيزين على قلوبنا الفنانين العرب وبالاخص الفنانين المصريين اللي لهم قاعده جماهيريه كبيره وفي اللي لهم محبه خاصه في قلوبنا الله يخليك و... يا استاذ فرصه سعيده ان شفناش ولو بالتلفزيون والله انا اسعد بس انا حاسه بظلم دلوقتي تصور لان آه. انت شفتني وانا ما شفتكش طيب آه. وأنا انا ما ادري آه. ده مش عارف لان انا فعلا نادية. بتمنى ان انا اشوفك خير بس انا سالت عليك قالوا لي انك مشغول كتير الايام دي لا ولو فربنا يزيد يا رب على العموم فرصة سعيدة ونتمنى نشوفك إن شاء الله قبل لا تسافرين إن شاء الله وأقول حق نادية نادية تفضل بدنا حبيبتي آه الاخوان المصريين او الفنانين العرب اللي هني نعم انت مثل واحد اللي عازم واحد على اكله اي يعني كانك انت الحين عازمه سميه سميه على قوزي سمية <applause> على اكله مصريه ما يصير على اكله مصريه اي كانك عازمتها على اكله مصريه ما يصير لازم نعزمها على مجبوس على طول عندها إيه؟ اللي بقوله إيه؟ تفضل كنت اتمنى ان ايضا البرنامج يعني يعرف من خلال آه اضافه الفنانين الكبار اللي يجونا بالكويت بعض الاعمال الكويتيه اللي هم طبعا آآ آآ ما يشوفون الحقيقه بحكم انا بضم صوتي لصوتك على الاعمال الكثيره مثل فاتن حمامه وغيره وغيره طبعا فنانين العرب ككل نعم ولكن احنا كفنانين ايضا لنا حق ان ايضا نعرف فنانيننا الكبار نعم ان ايضا عندنا فن بالكويت عندنا مسرح عندنا ممثلين عندنا مظبوط اتمنى أنا في الحلقات الجايه يمكن في <applause> انت مستعده لا والله يعني ان شاء الله المعدين يكونون سامعين يعني والمخرج الخليجي جدا. الفن الكويتي يعني لا تشبون عليهم بس بالاغاني نعم